لو في سبب في العالم هيخليني أوقف فيديوهات ومراجعات أفلام فهو هيكون أفلام العيد، سبب قوي جدا يخليني مبقاش عايز أتفرج على أفلام أساسا في حياتي. يلا بينا نراجع فيلم ابن الحاج أحمد. شلتة وشلتة يا خب بطارو. لا مفيش ألف شلتة، هو شلتة واحد بس. ماشي، فيلم ابن الحاج احمد بيتكلم عن احمد اللي بيقوم بدور شيكو واحساسه بالبطوله وان هو عايز يحقق حاجات كبيره جدا زي الابطال في الافلام الاجنبيه، وهو مقتنع ان هو عايش بطل. وفي يوم من الايام بيحصل موقف معين، بيكتشف حاجات جديده عن ابوه اللي هو سيد رجب، بيكتشف حياته السابقه، حياته المخفيه وحياته الاجراميه، وبنبدا في مغامره مع شيكو وسيد رجب ازاي هيحموا نفسهم مع ذكريات الماضي القليمة اللي رجعت لهم دي. والفيلم بتاعنا بيبدأ من هنا. ماشي، فيلم ابن الحاج احمد، يكفيني بس اقولك ان انا كنت في سينما النهاردة اول يوم في العيد، وانا كنت في سينما مليانة ناس، ومفيش افيه في الفيلم اللي هو المفروض فيلم كوميدي، مفيش افيه جاب الا مثلا بعد ثلاث ارباع الفيلم، اخر ربع من الفيلم، وكان افيه عابر كده رحمة احمد اساسا بتقوله من يعني مش واخده بالها. فده حاجه طبعا توضح مدى فشل التجربه ومدى سوءها، ان انت بتشوف فيلم كوميدي ما بيضحكش لمده ساعه، فيلم ساعه ونص، انت ساعه منهم ما بيضحكش، وحتى النص الساعه اللي بعد كده ممكن افيه واحد بس يضحكني، بس تجربه حقيقي مش حلوه اطلاقا. يعني انا عارف ان افلام العيد مش يعني انت مش داخل تشوف فن عظيم او افلام جامده، ولكن انت داخل تشوف افلام تستمتع بيها، تضحك على الاقل، حتى الضحك ما بقاش موجود، فديت حاجه سيئه جدا. خليني بس اقول على الحاجات اللي عجبتني علشان ما ادخلش في سلبيات كتيره، لان هم كتير. هي حاجه واحده بس عجبتني في الفيلم، ان هو ساعات الفيلم بيبقى عارف انه فيلم. يعني ايه؟ يعني ساعات في مشاهد الفيلم بيعمل كليشيهات وحاجات، وبيبقى معترف ان ديت بتحصل في الافلام، فده اعتراف ضمني كده ان انا عارف ان انا فيلم وبتريق، فالحاجات دي ساعات كانت بتبقى لذيذه. كذا حته في الفيلم كان الفيلم بيبقى عارف ده. اول جزء من الفيلم قبل دخول احمد فهيم جزء رتيب جدا وما بيقدمش حاجه، الشخصيات ما بتتقدمش بشكل كويس. يعني انا هو معتز التوني مقتنع ان انا داخل عارف شيكو وعارف سيد رجب، فعادي يعني ماشي الدنيا، بس انا لسه مش عارف شخصياتهم، فالجزء اللي كان قبل دخول احمد فهيم ما عرفنيش شخصياتهم بشكل كافي، وكان مش لذيذ وكان وحش. مع دخول احمد فهيم والدنيا بدات تسخن شويه عشان مشاهد الاكشن وبتاع اللي برضه معموله وحش، بندخل في المغامره اللي هي بدون يعني انا مش مهتم بيها باي شكل من الاشكال. واعذروني ان بقيه المراجعه هتكون كلام في سلبيات بس، لان حقيقي انا متضايق من التجربه دي. يعني هي كانت وحش، فيلم وحش. يعني انا مثلا كان حاجه فصلتني جدا في اول جزء من الفيلم، اول اللي هو قبل دخول احمد فهيم، كان في شيكو بيوصل طلبات، ففجاه رحنا على الصحراوي علشان يعمل الافيه ان هو يمسك في البتاع، وبعدين رجعنا تاني البيوت. يعني الحاجات دي يا جدعان خلاص ما بقتش تضحك، وانا مش بقيس على نفسي، بس ممكن في حاجات انا ما كنتش بضحك عليها، بس ممكن اشوف ناس بتضحك عليها فاقول اه هم بيفكروا صح انا اللي غلط. ولكن انا بقول لك السينما فيها لا يقل عن 200 واحد مثلا ولا 300 واحد، ومفيش حد فيهم بيضحك على الحاجات دي، فدي مشكله من الصناع نفسهم. وبرده افيهات التريقه على جسم شيكو، حاجات ادمت، حاجات ما بقتش لذيذه، خلاص خلاص يا جدعان الحاجات دي خلصت. يا جماعه في اخطاء تصويريه في الفيلم، في قاعده كده في التصوير، اي حد عارف تصوير او بيدرس تصوير يعني عارفها، اللي هي الخط الوهمي، خط ال 180 درجه. في مشهد في الفيلم، مشهد كان ما بين شيكو ورحمه احمد، الخط ده اتكسر بدون داعي، فانا قاعد بتفرج، حتى يعني التجربه اللي انا كنت في السينما الصوت فيها وحش، وكمان التجربه البصريه فيها مشاكل في التصوير، ومفيش محتوى، مفيش محتوى، مفيش افيهات، مفيش مواقف، مفيش تصميم مواقف كوميديه حتى يقدروا الممثلين يعملوا بيها اي حاجه، مفيش اي حاجه. الفكره فكره عمرو سلامه، وعلى فكره الفكره حلوه، ولكن تم صياغتها بشكل سيء جدا. انا مش عارف مين اللي كتب الفيلم، ولكن كتابة الفيلم مش لذيذة خالص وضعيفة جدا، وأظن إن أنا ممكن أحمل المسؤولية ديت على المخرج وشيكو نفسه، لأن إحنا في مصر عارفين إن البطل بيبقى ليه تدخل كبير جدا في الكتابة وفي المواقف والحاجات دي، فهم إزاي واحد زي معتز التوني وزي شيكو وافقوا بالسيناريو ده أو بالمواقف دي واقتنعوا إن هم يطلعوا كوميديا منها؟ فيلم تسليم أهالي اللي لسه نازل، أنا حاسس أساسا إن الفيلم ده واخد منه كتير.
فكره التاريخ الاجرامي للابوين ديت يعني اتعملت في تسليم اهالي، واتعملت في الفيلم ده اتحسن بحاجات متاخده. ولكن فيلم تسليم اهالي كان فيلم حلو، وده ده مش حلو اطلاقا. فاظن معتز التوني هو الملام الاول على اخفاق التجربه دي. وتعالوا هنا نتكلم عن شيكو شويه. شيكو في البطوله الاولانيه ليه، شيكو بيجتهد وباين ان هو في الفيلم بيجتهد، ولكن هو وقع في فخ المونوتون الكبير جدا على مدار الفيلم، وافهاته اللي هو بيحاول على قد ما يقدر يخليها تجيب وهي ما بتجيبش. هو بيحاول ولكن الافهات ما بتجيبش، الفرضيه اللي هو فيها ما بتجيبش، الشكل اللي هو عامله ما بقاش يضحك. يعني الشكل اللي معمول ده ما بيضحكش. وانا مش بتكلم تاني عن تجربتي انا الشخصيه، انا بتكلم عن تجربه 300-400 واحد كانوا في السينما ما ضحكوش. الاقلام اللي كان بياخدها من سيد رجب، الحاجات دي يا جدعان والله خلاص خلصت. شيكو للاسف اول تجربه بطوله وحيده ليه ما كانتش موفقه اطلاقا، مع الرغم ان هو اجتهد بشكل كبير جدا في التمثيل ان هو يعمل كل اللي يقدر عليه. تعالوا نيجي لرحمة أحمد. ورحمة أحمد أنا عندي عليها كلام كتير جدا، لأن هي في مرحلة لازم تاخد اختيارات ذكية جدا في حياتها وفي كاريرها، علشان هي واعدة جدا وعندها احتمالية أنها تكون أهم نجمة في مصر، أنا شايف كده. ولكن برضو عندها احتمالية تكون ترند، إن هي رحمة أحمد تكون مجرد ترند وتعدي علينا، وديت حاجة أكيد مش محدش يعني هيبقى عايزها. فهي لازم تاخد بالها من اختياراتها اللي جايه وادوارها، ولازم تعرف هي هتجيب ازاي ومش هتجيب ازاي، لان هي بتلعب حقيقي دلوقتي في حته خطر جدا. يعني الافيهات اللي هي كانت بتصرخ فيها وبتكسر الازازه على دماغها والحاجات دي، الحاجات دي بتعملك كده، يعني انت مش بتضحك، يعني انت بتعملك كده، بتتضايق من الشكل ده. وهي اكتر افيهات في الفيلم جابت هي كانت من رحمه احمد نفسها، وهي مش واخده بالها ان هي بتدي افيه، مش متعمده ده. وعلى فكره هي دي شطارتها، يعني هي لما طلعت في الكبير الجزء اللي فات هي شطارتها ان هي كانتش متعمده ده، او كانت متعمده ولكن مش محسسانه بده. ولكن في الجزء اللي فات من الكبير والفيلم ده كانت متعمده جدا افيهاتها وطريقه ادائها والحاجات دي. فهي لازم تاخد بالها جدا، لان هي في مرحله خطر جدا في حياتها. انا بقول جدا كتير، ولكن فعلا انا حريص جدا يعني ان انا اقول كده على رحمه احمد، لان هي ممثله شاطره جدا جدا برضه. واخيرا يعني اظن ده كل الكلام اللي عندي على فيلم ابن الحاج احمد، تجربه انا ما اتبسطتش بيها اطلاقا، واتمنى ان هم يعني يعيدوا تفكير، حتى صناعه يعني يعيدوا تفكير في الافلام اللي جايه. يعني انا ببقى داخل عشان الافلام العيد، ببقى داخل عشان اتبسط، فما لقيش الانبساط ده، ديت حاجه بتبقى سيئه جدا. ولكن ده لا يعني ان انا بتهم صناعه بالفشل او عدم الاجتهاد او اي حاجه، لا، هم كلهم ناس محترمه واجتهدوا وعلى دماغنا، ولكن هي تجربه غير موفقه، غير موفقه اطلاقا، غير موفقه خالص. فتقييمي لفيلم ابن الحاج احمد 3/10، وما انصحش اي حد يدخل يتفرج عليه الا لو انت داخل بقى مثلا انت اللي هتبسط عيالك، يعني انت داخل كده انت اللي هتبسط عيالك مش الفيلم. وبس، هي دي كانت الحلقه. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب، لان ده حقيقي بيساعدني ان اكمل واعمل فيديوهات. وسلام. To it all.